شكرا. طيب انا ما راح اعطيهم الشلت اللي لازم تسالينهم يا وعد. ايوه يلا ما في مشكله، خليني بس احط عليك الشال. تفضلي. طبعا هذا هو الشال اللي تكلمنا عنه مشاهدينا. خليني تفضلي يا وعد. خليني اسالكم بمناسبه طبعا اليوم الوطن الاماراتي، اول شيء هذه اول زياره لكم في البوليفارد ولا؟ صح اول زياره. ليش جيتوا هذا اليوم بالتحديد؟ مناسبة يوم الوطني للإمارات. تفضلي بقي انت ما اخذتي. اي نبارك للشعب القيادة الإماراتية او الشعب الإماراتي بمناسبة هذا اليوم، نقول لهم كل عام وانتم بخير والله يديم الامن والامان عليهم ان شاء الله يا رب. وانت بخير يا رب. اهلا وسهلا. الإمارات شعب واحد. اكيد. أيوة. هذه الجمل اللي قاعد اقول لك عنها قبل شوي دائما تتردد على كل سعودي اماراتي. صحيح. فعلا من جد. طيب احنا مستمرين، انا عندي عائلة ورا، خلينا نشوف ايش عنده. ما شاء الله لا بدأ الحضور يجي. ايوه اهلا وسهلا. يعني لا الميزه في هذا المكان انه توه يفتح يا واعد فبدت الناس تجي. حياك الله. كيف الله يبقيك يا مرحبا ومسهلا، نورت المكان طال عمرك بوجودكم. اليوم احنا في مناسبه غاليه تجمع الاماراتيين والسعوديين في مناسبه اليوم الوطني الاماراتي، وش تقول وش تحب تبارك للشعب الامارات؟ اول شيء نبارك لانفسنا لان الامارات هذا بلدنا، ونقول لهم الف مبروك ان شاء الله، وفي مزيد من التنمية ومزيد من التطور، وألف مبروك للحكومة وللشعب ولحكام الإمارات وللوطننا السعودية والإمارات. خليني أقول لك، أنت لك زيارات كثيرة لدولة الإمارات؟ أي نعم. كيف شايف حب وتلاحم سكان دولة الإمارات مع السعوديين؟ ما شاء الله أخوان، يعني ما في أكثر من هالكلام. خاصة أنت بكم بكلمة واحدة اخوان. شكرا. العفو. اذا مشاهدينا هذه ما كانت مشاعر سكان وزوار منطقه البوليفارد وما يكنونه من مشاعر. وعد تفضلي عندي. أيوة. وما يكنونه من مشاعر تجاه سكان دوله الامارات. ان للاسف وصلنا الى نهايه طلعتنا، انا اعرف انك مجهز ضيوف. أيوة عندك صراحة. كثير بداوا الحين يجي الحضور متحمسين جدا يعني المشاركه بالاحتفال.